وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الإسراف في كل شيء مذموم ومنهي عنه، خاصة في الطعام والشراب. قال صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فكما تصوم عن الطعام في نهار رمضان، صم أيضا عن الإسراف. إليك نصائح تساعدك على ذلك. ضع قائمة بما تحتاج إلى شرائه والتزم بها، ولا تعتمد على ذاكرتك عند التسوق. فرق بين ما تحتاج إليه وما تريده. اشتري ما تحتاج إليه وفكر جيدا قبل شراء ما تريده. حدد الميزانية. بعد وضع قائمة المشتريات، حدد المبلغ المناسب لها ولا تتجاوزه أبدا. لا تتسوق وأنت جائع. إذا ذهبت إلى السوق وأنت جائع، ستشتري مأكولات إضافية لا حاجة إليها. لا تتسوق ببطاقتك الائتمانية حتى تضبط نفسك في عملية الشراء. لا تقع في فخ الشراء للتباهي أمام الناس. تجنب هدر الطعام. حدد كمية الطعام المناسبة في الوجبات حسب عدد الأفراد. علم أولادك العادات الاستهلاكية. درب أبنائك على الاستهلاك الصحيح وأشركهم في إدارة ميزانية الأسرة. ما هي عاداتك للتسوق؟